مشاهدي متابعي الوطن لايف في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد، واحنا لسه بنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار المحليه والعالميه على مدار اليوم. ويمكن الخبر اللي معانا دلوقتي هو خبر محزن جدا، وهو عن وفاه الفنان محمود بندق نجم فيلم اكس لارج. محمود بندق صاحب الوجه البشوش على الشاشه، ارتبط بالجمهور كتير على الرغم من قلة أدواره الفنية، لكنه بيحظى بمحبة كبيرة من الجمهور. ليشكل رحيل النجم محمود بندق حزنا كبيرا على الوسط الفني. نشر النجم حازم فؤاد عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك سبب وفاة النجم محمود بندق بطل فيلم اكس لارج، واللي كانت نتيجة إصابته بالسكر. وقال مات محمود بندق بعد صراع مع المرض وقطع رجله بسبب السكر، كنت بطمن عليه ونسأل على بعض، ولما يشوف ليا شغل في التلفزيون يكلمني ويقول لي أحلى كلام، مع أنه كان تعبان ومريض. وتابع النجم فؤاد وقال عبر حسابه على الفيسبوك تتوالى الأحزان، مات القلب الطيب، مات الإنسان الحقيقي، غلبان وجدع وصاحب صاحبه ومعندوش حظ، بس كان عنده قلب طيب. انت اكيد دلوقتي في جنة نعيمها، علشان كنت اطيب قلب شفته، مع السلامة يا محترم، الا ان نلتقي في عالم افضل، انت في الجنة ونعيمها بفضل الله، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة، البقاء لله. وكتب عمرو فهمي قائلا إن لله وإن إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله الفنان المحترم الطيب محمود بندق، الله يرحمك ويغفر ليك يا صاحبي. واللي ممكن ناس كتير جدا تتساءل مين هو الفنان محمود بندق، هو اسمه الحقيقي محمود عثمان وشهرته محمود بندق. ممثل مصري درس في مدرسة الأرمان الفندقية، وهو من القاهرة، ولد في 12 سبتمبر 1977 وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل راجل وست ستات الجزء الثاني سنة 2007، وشارك في فيلم اكس لارج سنة 2011، وده اللي ارتبط بيه ناس كتير بشكل كبير ومع ملامح وشه. وبكده مشاهدي ومتابعي الوطن لايف في كل مكان، نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا الإخبارية، ونشوفكم في بث آخر على خير، ونتمنى من حضراتكم الدعاء للنجم محمود بندق، ربنا يرحمه. كنت معكم نيرين حاتم.